الساندوتش نفسه القصة طريقة عمل الروست بيف. عشان نعمل الروست بيف أو الروست بيف هنعمله بطريقة سلسة جدا وسهلة جدا، بس بعد ما أقول المقادير هقول لكم هنعمله إزاي. أنا عندي نص كيلو من اللحمة سويناها، بصل، جزر، كرفس، ومعلقة صويا، وكمان ورقتين لورو. هقول تاني، نص كيلو من اللحمة سويناها، في الأول شوحتها في زيت وزبدة عشان أقول لكم طريقة الروست بيف. بعد ما خدت اللون من كل الحتت، أو هي قطعة على بعضها كده، بتبقى من راس الفيليه. عامة أنا بجيب الحتة من راس الفيليه أعمل بقى الروست بيف، فباخدها شوحها في زيت وزبدة، وبعد كده بنزل عليها ببصل وجزر وكرفس وورق لورو وكمان معلقه صويا، واديها شويه ميه واسيبها لغايه ما تستوي، وبعد كده سيبها تبرد خالص وتتقطع بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده. ده الروست بيف. عندي بعد كده 2 رغيف اللي هعمل فيهم السندوتشات، 2 رغيف باجت، وعندي 2 سمر الطماطم، واحده قطعناها شرايح وواحده مفرومه، ونص كوبايه مايونيز، ومعلقتين من الهوت صوص وخس، ونص كوبايه من الخيار المخلل المفروم، ومعلقتين من البقدونس، وثلاث ثمرات من البصل الاخضر المتقطع شرايح، ونص كوباية من الساور كريم أو الكريمة الحامضية اللي هي القشطة البلدي. أقول تاني المقادير علشان تعملوا سندوتش طعمه يعني حكاية زي ما بيقولوا. عندي نص كيلو من اللحمة، نص كيلو، كيلو لربع، أنا يعني دايما بيحب أجيب بالزيادة عشان خاطر يبقى فيه كمية وافرة. يعني عندنا هنا زي ما قلت باخدها شوحها الأول في زيت وزبدة قطعة كبيرة، وبعد كده حط لها بصل وجزر وكرفس وورق لورو ومعلقه من الصويا صوص، واحط عليها شويه من الميه واسيبها لغايه ما تستوي خالص، بعد كده بقطعها بالشكل ده. عندنا بقى نص كوبايه مايونيز، ومعلقتين هوت صوص، ونص كوبايه من الخيار المخلل المفروم، معلقتين بقدونس، وثلاث ثمرات متقطعين شرايح بصل اخضر، وهنا نص كوبايه من الساور كريم او القشطه الحامضيه، طماطم مفرومه او متقطعه كيوب صغير، وطماطم شرايح وخس، ومايونيز نص كوبايه. وهنشتغل علشان خاطر نجمع كل الحاجات مع بعضها. يعني هنجيب كده اول حاجة هنحطها اللحمة اللي احنا قطعناها متقطعة شرائح كده، وبعدين نضيف عليها الطماطم، ونضيف عليها البقدونس والخيار المخلل، وطبعا انا مش هحط ملح خالص. ليه؟ لان الساور كريم مززة، وانا عندي خيار مخلل، واللحمه مستويه كمان في شويه من الملح، وعندي المايونيز اصلا فيه ملح اهو، وده الهوت صوص اللي بيدي طعم مختلف، وكمان المايونيز، وهنا القشطه الحامضيه او الكريمه الحامضيه او القشطه البلدي. القشطه البلدي بتبقى طعمها مزز كده، هي دي الساور كريم. بنقلب كله مع بعضه بالشكل ده. بات عند الخليط او الحشو اللي هعمل فيه الساندوتش بتاعي. لو انا بقى عايز اقدمه كده لوحده وجنبيه العيش لوحده سبرت يعني، مفيش مشكله. لو انا عايز اقدمه كطبق مفيش مشكله، عايز اقدمه كسلط مفيش مشكله. خد يا سيد، شكرا. ناخد بس الفلفله دي. هنجيب العيش بتاعنا نحمصه، نديله لون يعني، بعد كده نجيبه عشان نحط فيه الخس، وهنا برضو خاص. موضوع سهل جدا واكيد هيعجبكم، لان طعمه اكيد في النهايه بيبقى حلو قوي. ونحط شرايح الطماطم، ونحط هنا برضو شرايح الطماطم، وبعدين نحط بقى كميه من الحشوه بتاعتنا. حشوتنا دي كانت عباره عن ايه تاني؟ عبارة عن نص كيلو من لحم الروست بيف اللي احنا سويناه في بصل مع في زيت وزبدة، وبعد كده حطيت له بصل وجزر وكرفس وورق لورو، واديته معلقة صويا، واديته مية، وسبته على النار لغاية ما استوى خالص. خدته قطعته بعد ما برد، وضفت له نص كوباية من المايونيز، نص كوباية من المايونيز، ونص كوباية من الساور كريم اللي هي القشطة الحامضية اللي هي القشطة البلدي. كمان عندنا طماطماية متقطعة مكعبات، ونص كوباية من الخيار، معلقتين بقدونس، نص كوباية مايونيز، واخيرا 3 بصلات خضر متقطعين شرايح. وجربوا وانتوا اصحاب الاراء والمقترحات، وانا دايما بحب اسمع ارائكم ومقترحاتكم. هنجيب بقى طبق غرف، في بقى ناخد ورقتين خس كده صغيرين، يعني ممكن ورقتين الخس دول لو اتحط عليهم شويه صوص فينيجر اللي هو صوص
خل وزيت زيتون زيت ومستردة وملح، يبقى هيديني سلط. يعني لو خدت شويه خس مع الطبق ده يبقى انا خدت وجبه كامله. وهنحط كده الساندوتش بتاعنا هنا وهنا. هنقدمه بقى مع بطاطس بطريقه مختلفه، بطاطس بطريقه مختلفه. البطاطس دي عباره عن بطاطس اهي مسلوقه، مسلوقه سليمه بقشرها. حطيت معلقه زبده بعد ما اتسلقت سوا كامل، سويناها زي ما قلت سوا كامل، حطيت عليها معلقه زبده وقلبتها بالشكل ده. بقت عندي بطاطس مقليه بس في الزبده. كل مره هتلاقوا البطاطس بتختلف في الاسم وفي المسمى وفي الشكل، بس كل واحده لها اسم. هنا طبعا دي بطاطس سلقناها بعد ما غسلت القشره كويس قوي، وبعدين سلقتها. بعد ما سلقتها خدتها كده سوتيه جوه زبده فقط، طلعت معايا بالشكل ده، وشويه ملح وفلفل. هنقدمها هنا مع الساندوتش بتاعنا ويبقى كده بالهنا والشفا. هات لي طبق باندرلاين كده يا سيد من فضلك. عايز اقول بس ان انتوا لو جربتوا الاكله دي مش ملهاش حل، يعني حاجه اكثر من رائعه. لما نيجي بقى ناخد طبق كده ونغرف دي سبرت لوحدها، يعني ايه؟ يعني لو حبيت اغرفه في طبق لوحده عشان اقدمه كنوع لوحده. ناخد كده شويه خس صغيرين اهم من ده، وبعدين وبرده القرن الفلفل ده مش هحرجك، وبعدين ناخد كده الخليط بتاعي ده يا مدام وفاء. ايوه صباح الخير يا سيدي. صباح الخير يا فندم، متشكرين على كل اللي بتقدمه. الله يخليك. انا معلش انا استاذنك في حاجه. فضل. انا طلبت من مدام ايام الجمعه التوميه. ايوه يا فندم. الله يخليك تقولها لي، انا بتكلم اهو في اول البرنامج عشان تلاقي وقت ترد عليا. من عينيا. حاضر هقول لك عليها طبعا. التوميه لو تكرمت. الله يخليك، هقول لك عليها. وانا مش بدافع عن ايه، ولكن هي ممكن تكون بالفعل نسيت. يعني احنا بنبقى طبعا سامحونا اذا كنا احيانا مش بننس بن مش بن مش متعمدين ان احنا ما نردش على الاسئله. لكن انا هقول لكم لو انتم في الظروف اللي احنا فيها دي، يعني انا بشتغل وبطلع انتاج وكمان برد على تليفون، ولو في حاجه في الفرن دماغي فيها، ولو مش عارف ايه، فمعلش سامحونا احنا احيانا ننسى الاسئله، مش متعمدين ان احنا ننساها. هقول لك على التوميه، هقول لك كذا طريقه للتوميه. لو احنا هنعمل توميه، عايزين نعمل توميه، هنجيب بياض بالطين، احطهم في الخلاط، احط عليهم ذره ملح ومعلقه مستارده وحوالي 3 4 فصوص ثوم مفرومين، واحطهم معاهم واشغل المكنه، احط معلقه خل واشغل الخلاط بتاعي، وانزل بكوبايتين زيت لغايه ما يعملوا توميه. ده ودي مقادير تانية للتوميه اهي، بس دي حاجه انا لسه انا قلت لكم هقول كذا نوع. عندي هنا 3 ارباع كوب ميه، وعندي معلقتين من الكورن فلاور، كنت هقول دي برضو. بنعملهم زي المهلبيه، عارفين المهلبيه اللي بدون سكر بس بالميه، ونسيبهم لما يبردوا خالص. وبعد كده 5 فصوص ثوم مفرومين، ومعلقه من عصير الليمون او الخل، وست معالق زيت او يعني كوبايه زيت، وشويه ملح، ونقلب كل ده مع بعضه. يبقى ده توميه. في توميه كمان ان انا بجيب البايونيز واحط عليه ثوم مفروم مطحون خالص، واحط عليه بطاطس مهروسه وشوية من الخل وشوية من الزيت، يبقى عندي تومية بطريقة تالتة. أنا قلت 3 أنواع من التومية عشان خاطر حضرتك ما تزعليش مننا أبدا. وقدمنا الطبق إيه؟ الساندوتش زي ما احنا قدمناه، وده لو هيتاكل لوحده جنبيه عيش محمص، يبقى أنا كده خدت وجبة كاملة. لو أنا عامل الساندوتشات دي للأطفال وبعدين بالليل ممكن ينقنقوا في الحاجات دي، طبعا ما بقولش كده قدام الدكاتره، لكن عشان في مايونيز وفي حاجات، واحنا قايلين ان بعد الساعه 6 ما ناكلش حاجات قويه. بعد الفاصل هنعمل مع بعض استراجانوف. الاستراجانوف في الاصل روسي من الاتحاد السوفيتي، لكن احنا هنعمله على الطريقه البرازيليه. بعد الفاصل ما حدش يروح في اي مكان عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد على تلفزيون الحياه بعد الفاصل.